تمكن رائد البطولة الوطنية المحترفة فريق شباب الوزداد من تعزيز مكانه في الصدارة بفوز جديد في المباراة المتأخرة لحساب الجولة 16 من البطولة الوطنية المحترفة أمام شلغوم العيد بهدف دون مقابل وقعه معاذ حداد في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، في حين واصل أصحاب الأرض سلسلة النتائج السلبية التي جمدت رصيدهم عند نقطتين فقط في سيناريو ينبئ بعودة سريعة للهلال إلى القسم الثاني. نايم بريمير ميتون شوية محتشمة كما يقول لادفيرسير قال معول يماركي ديل ديبي من 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 لابارتي حشرونا فوق اللازم في مي مع ان شاء الله مع درنا كلك كما نقول لك تعديلات شويه في او نيفو دو جون تاع لي جوار شويه حفزناهم اون دوزيام مي طون سا ان تي بو مارشي او نيفو دو كما نقول لك لورغانيزاسيون سور الكوتي انيماسيون اوفونسيف وين خممنا درنا المجهود تاعنا باش نوصلوا عند لادفيرسير وشويه كان هو بيان بلاسي صحيح احنا راضيين يعني اللاعبين عطاو كل ما عندهم عطاو كل ما يلزم اللي طلبناه منهم عطاوه النتيجه 3 نقاط فزنا اليوم يخلينا نزيدوا متصدر نزيدوا نبعدوا على المرتبه الثانيه تقريبا 9 نقاط اللي طلبناه منهم اليوم نوعنا في الهجمه المنسقه الهجمه المرتده الكره الثابته اليوم شفنا كان تنويع من الكره دو و تروا لي كومبينيزون اللي طلبناه من اللاعبين حضرنا به المقابله القادمه ان شاء الله بتاع دوري ابطال افريقيا.